فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هما آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، وجعلناكم شعوبا وقبائل. قيل الشعوب للعجم والقبائل للعرب، وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالشعوب للعجم والقبائل للعرب، والأسباط لبني إسرائيل. شعوبا وقبائل لأجل أي شيء؟ لأجل التفاخر؟ لا، لتعارفوا فقط، يعرف كل منكم نسبه. ومعرفة النسب لا بأس بها، بل مأمور بها، أنك تعرف نسبك ومن أي قبيلة، هذا شيء طيب، من أجل التواصل والتعارف، من أجل التواصل والتعارف وصلة الأرحام. وفي الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فمعرفة النسب لا على وجه الفخر، وإنما لأجل التواصل والتقارب، هذا أمر محمود، لتعارفوا. أما من ناحية الفضل والفخر فلا يفتخر بالنسب، وإنما الفخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان من العرب أو من العجم أو من البيض أو من السود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعتبر عند الله. الله لا يعتبر النسب، وإنما يعتبر التقوى، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، دون نظر إلى نسبه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، دون نظر إلى نسبه. فلم يضر سلمان وبلالا وصهيبا أنهم من العجم وأنهم موالي، ولم ينفع أبا لهب، لم ينفع أبا لهب وأبا جهل أنهم من قريش ومن صميم العرب، لما لم يؤمنوا بالله ورسوله.